des conséquences. Oui, ça va t'envoyer très haut. وطي الصوت وطي الصوت سلطيني يا وطي وطي كمان وطي قومي 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 هون يلا يلا غرفة تاني روحي شادو لو ليه بابا؟ بابا هلا انا جاي من المدرسة شفت بنطلون بالسوق كتير عجبني حبيته كتير اشتريه يا بابا تكرم بابا يهمك الله يرزقك بابا بشتري لك يا بابا الله يرزقك يلا قوم جهز حالك واشتري لك يلا ماشي بابا وانا كمان بدي بلوزة وبنطلون من زمان ما اشتريت لي شو؟ شو بدك؟ بدك بلوزة والله لا كويس والله فوتوا لك فوتوا طبي جوا ليش بدك بلوزة؟ انت بنت لا طلع ولا فوتي بهالبيت انضرق على قلبك برك ليك اخوكي شاب بطلع قدام العالم بده بطلون بده كنزة جديدة انت بنت فوتي انضبي يا خصوبني يا دوري انا وز 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 بابا نعم بابا شو رايكم نروح الحديقه نلعب بالمراجيح ايه بابا بنروح تروحوا ايه تروح يمين ايه طيب يلا روحي بسو يلا يا طه بسرعه روحي بسو نروح يلا بابا نحن صرنا جاهزين ليش انت لابسه بابا انت مو قلت له يا زين اني روح البسه عشان نروح على الحديقه نلعب الالعاب وانا البست ايوه بدك تروحي معنا يا عيني عليكي انا بس حكيت ليزن ويامن يلبسوا روحوا معي انت خليكي هون نضبي هذا ناقصني والله بنات تطلع معي على الحدايق وتلعب روح لك انت ويا يلا طلعوا قدامي حاضر بابا يا ربي ليش بابا هيك عم بيعاملني يا ربي ليش بابا ما بحبني طيب ليش بحب اخواتي اكثر مني طيب انا شو ذنبي الله خلقني بنت الله يرحمك يا ماما رحتي وتركتيني الله يرحمك يا امي متي وتركتيني من هالدنيا الله يرحمك وهي الموزه لمين ادي الك أحا وهنا هم بابا أبو ممكن أسألك سؤال؟ سأل بابا سأل قلت خلا بابا بابا أنت ليش بتعمل أختي سارة؟ يعني إذا طلبت منك شغلة ما بتجيب إلا إياها إذا رحنا على الحديقة ما بتاخدها معنا إذا هي كسرت صاحب البيت بتضربها إذا أنا كسرت كل الصحون ما بتضربني ليش هيك بتعاملها؟ إذا أنا ويامن طلبنا منك كل شيء بتجيب لنا بس اذا هي طلبت منك شيء ما بتجيب لها ليش هيك بتعملها بابا والله حرام لك يا بابا انت يا زلمه هي بتضل بنت وانا بكره شيء اسمه بنات بكره البنات البنات اللي بدخلوك السجن البنات بتجيبوا العار لا سمح الله بتجيبوا لنا العار البنات هم للممات يعني هم لك يا بابا البنت بالاول والاخير بدها تروح على بيت جوزها يعني البنت للعالم ما يلقنا بس يا بابا انت واخوك انت ولادي انت سندي بابا ما بعرف خيو لا تسألنيك سؤالات انا البنت ما بحب بنات ما بحب بنات ايش في شيء اسمه جنس حواء ما بحبه انا بس يا بابا انت عم تظلمها كثير ما عم بظلمها شيء خلاص لا تجيبي سيرتها هلا
من غير شيء كرهان شيء اسمه بنات في سيرتها خالص. بابا سارة اليوم مرضانة كثير. ها حسبنا الله ونعم الوكيل. لسه بيقول لي سارة وسارة لك شو ما مرضانة شو ما لك شو ما مرضانة لك ما في شيء ما في شيء. لا بابا عن جد مرضانة حرارتها طالعة وعم تشعر كثير. يعني شو عامل لها؟ تعال نقعد على الدكتور. ايه الدكتور هلا بالليل ما في دكاترة هلا. دكتور دكتور روح شو بدها خذ لها خذ لها برتقانة خذ لها تفاحة روح اعطيها التفاحة تاكلها. طلع شو بدها مرضانة ما في شيء هلا. بابا بابا عم بفيق سارة ما عم تفيق عم بفيق ما عم تفيق. سارة سارة قومي سارة 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 في حرارة؟ ما في حرارة؟ يلا ما في حرارة؟ ما في طول سارة سارة. يا عمري انت يا سارة سارة سامحيني يا سارة سامحيني يا روحي انت انت هلأ كي عم تسمعيني سارة انت عم تسمعيني بل سارة سامحيني يا بنتي انا ظلمتك ظلمتك كتير ما بعرف ليش يا زن انا ما بعرف ليش ظلمتها انا ما بعرف ليش. خلص بابا طول بالك الله يرحمه يا رب امشي خلي نروح على البيت حرام الجو كتير بارد مشان اخوي يامن. اكيد بابا سارة مسامحتك لاني سارة قلبها كتير طيب وكانت تحبك كتير ان شاء الله سارة مسامحتك. صحيح كلامك سارة قلبها طيب كتير راح تسامحني ان شاء الله بس يا ترى رب العالمين راح يسامحني يا ترى رب العالمين راح يسامحني على الشيء يلي أنا كنت أعمله مع سارة. بيقولوا هم البنات للبنات وسارة ماتت يا زن سارة ماتت. ليش بيقولوا البنت بتجيب العار؟ ليش بيقولوا البنت للغريب؟ ليش بيقولوا ما بيعرفوا إن البنت أحد وأطيب قلب العالم؟ ليش بيميزوا البنت على الصبي؟ ما بعرف أنا ما بعرف. هيك تعلمت من أولي هيك أسمع وهيك كانوا يقولوا لي ما بعرف بحب يكون عندي بس صبيان بس البنت نعمة من الله نعمة
البنت هي السترة، هي الغطاء أبوها وعلى أمها وأخواتها. البنت هي حن حلم الكل شيء. ما يا عمري، ما يا روحي أنتي.